نجي للموضوع الثاني. البعض يقول أن الوزارة تحاول ممارسة تطفيش للمعلمين القدامى اللي رواتبهم كبيرة عشان يمسكون الباب، هذه برضو من ضمن المخاوف اللي عند المعلمين. غياب المعلومة الرئيسية، ترى الآن أنا يعني أتمنى من المسؤولين بالتعليم يكون واحد يتحدث ويطلع يشرح للمدرسين يطمنهم عشان يعلمون أبنائنا بثقة وأمانة واطمئنان. إنه اطمئنوا، الخصخصة تبدأ مثلا ب 2019 أو 20، وأنت الشخص وحطون الحالات وكل حالة توصيفها وما هو مصيرها وكيف ستكون وماذا سيكون وحقوقها، إلا الرواتب طبعا. المعلمين تكلم عن أي شيء إلا زيادة الحصص والرواتب تزعجهم. لو تخلي يدرس بمطبخ مو مشكلة، مدرسة مستأجرة بمطبخ، حمام، دورة مياه كبيرة مو مشكلة، هذه ما تعني عدد الطلاب، ما يعني، يعني الراتب ويعني الحصص، هذا بالدرجة الأولى زيادة الحصص. قلنا أن ربط العلاوة بالأداء هذا شيء جيد، لكن لازم يكون في مكانه. أيضا إذا أخذت الخصخصة لازم تأخذها كلها، أما تقول لي والله في الغرب، في أمريكا، في اسكندنافيا، تفصلها بعلي لا في شمال اسكتلندا لا، أنت أخذت الخصخصة، الخصخصة باكيج فيها تأمين، فيها سكن، فيها تأمين طبي، فيها لو نفترض أن بعد مع الخصخصة تتحسن رواتب المعلمين والمعلمات بالضبط، وأن يكون يا رجل قلت لك في ألمانيا، في ألمانيا مرة القضاة قدموا شكوى الألمانية قالوا أبنائكم ترفعون رواتبنا زي المعلمين، قالوا ويحكم كيف نواسيكم بمن علموكم، أنتم يا القضاة خريجين المعلمين خريجين كيف نواسيكم؟ في ألمانيا قالوا ويحكم؟ ها اي لا بس انا قلتها كذا سعودتها او خلينا نقول مشختها شوي. الكلام كثير حول ملف الخصخصة، كل ما اسمو اليه واطمح اليه يا ابو سلمان انه مزيد من الخصخصة. طبعا هو هدف، احد اهداف الرؤية التحول الوطني 2020 هو خصخصة التعليم، لا مانع بل بالعكس نرحب، والخصخصة تخلي الانسان يشتغل ولا يخاف من الخصخصة للانسان اللي ما عنده كفاءة، اما الجيد فاهلا به وسهلا. الشيء الأخير اللي بقوله كانت وزارة التعليم مصدر لتسهيل حياة الناس، أما الآن فصارت في تعقيدهم. كانت وزارة التعليم مصدر الوضوح والشفافية، الآن صارت علامة استفهام وكتلة من الغموض. كانت مصدر أمان وظيفي للناس، أما الآن فكل من في التعليم هو على كف عفريت، إذا أصبح لا يعلم ماذا سيحل به بالمساء. أقول قولي هذا وأصلي وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. يبقى شيء مهم جدا، احنا عندنا رؤية 2030 وماضي لها إن شاء الله بإذن الله بكل جدية، وسنصل بإذن الله ونحقق أهدافها إن شاء الله. لكن التعليم أنا أتوقع من الأشياء الأساسية التي لا يمكن يعني إهمال بأي طريقة، والمفترض نلتقي بمستوى تعليمنا إلى ما هو يعني أرقى من هو الموجود إن شاء الله، وهذا ما نؤمل. والحجر الأساس في الموضوع مين؟ المعلمين. المعلم، شوف المعلم هو الخميرة الأساسية لصناعة خبزة التعليم، خبزة التعليم الخميرة الأساسية هو المعلم والطالب والفصل والمنهج، المعلم يشكل فيها 70%. بالتأكيد أعان الله المعلمين والمعلمات، وحنا تكلمنا قبل وسلم ونرفع قول من مشخص والله ودي يرفع صوت المعلم ترفع قالك حلا لا مشخص والله بس عشان ما نشغل بالشخصية. طيب فاصل قصير ونرجع لكم.